بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رقيب المجند حسين مصطفى بهلول من مرتبات البحوث العلمية، وهذه هويتي. أولى انشقاقي عن الجيش الأسدي، وأنا التحاق في صفوف الجيش الحر للدفاع عن أهلنا في وجه هذا النظام المجرم وعصابات الشبيحة المجرمة، كما هو ناشد الدول العربية والإسلامية لتزويدنا بالسلاح وللوقوف في وجه هذا الطاغية المجرم. فتح ممرات إنسانية لأبناء شعبنا في حمص ودرعا وأدلب وغيرها من المدن المنكوبة، تزويدهم بالدواء والغذاء. وفي النهاية نترحم على أرواح شهدائنا والحرية لأبناء شعبنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.